قبلنا من طرف السيد رئيس المعين، رئيس الحكومة المعين السي عزيز أخنوش، ومشكور على الدعوة نتاعو الكريمة، وعبرنا ليه على القضايا اللي كتشغلنا وكتشغل فدارة اليسار، واللي هي أساسا تتعلق بأربعة ديال المحاور أعتقد أساسية. المحور الأول متعلق بالممارسة الدستورية. نحن لاحظنا في المرحلة السابقة كيف كانت الممارسة الدستورية أقل من الدستور نفسه، اللي هو في حد ذاته عندنا عليه مجموعة ديال الملاحظات. وكنتمناو أن المرحلة المقبلة رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته الدستورية كما نص عليه الدستور. إذا لم يكن نمشيو في اتجاه أكثر ديمقراطية واللي تسمح بالمشاركة ونتجهوا نحو ديمقراطية حقيقية. المسألة الثانية متعلقة بالحريات العامة والاعتقال. مع كامل الأسف المغرب مازال هناك شباب ديال الحركات، هناك صحفيين معتقلين. وكان عندنا احنا في ذات اليسار وجهة نظر أننا نمشيو الانتخابات بعد ما يكون نصفيو الجو السياسي في بلادنا، ونعطيو الثقة لكل المغاربة على أن الاعتقال ما يبقاش اعتبارات سياسية في بلادنا أو اعتبارات ديال الرأي. ونتمناو أن هذه الحكومة الجديدة العمل تاعها يبدأ بإشارة قوية في هذا الاتجاه، بإطلاق سراح كل معتقلي الحركات والصحفيين إلى آخره. النقطة الثالثة واللي هي كنعتبره كذلك أساسية هي الوضع الاجتماعي بلادنا المقلق. نحن نعتبر أن هذه العشر سنوات الأخيرة في حياة المغاربة كانت عشر سنوات اللي هي لم اتجهت بنا نحو حل الإشكالات الكبرى المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، بل العكس من ذلك أن هناك تراجعات كبيرة على المستوى الاجتماعي. والحال القضايا الاجتماعية خصها تبقى فقط تكون في قلب في اعتقادنا هاد الحكومة المقبلة. والسيد الرئيس سمع لنا بكل جدية وجهة نظره في هذه المسألة هذه بالخصوص ستقاطع مع وجهة نظر في ذات اليسار، ونتمنوا على أن ما تم التعبير عليه نشوفه في المستقبل. قضايا متعلقة بالشغل، الشغل ديال الشباب بالأساس، قضايا متعلقة بالصحة، بالتعليم العمومي، الصحة العمومية، كل من القضايا التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في البرنامج الحكومي، ليس فقط على مستوى البرنامج الحكومي لكن على مستوى الممارسة اليومية ديال الحكومة المقبلة في اعتقادنا. كذلك تكلمنا مع السيد الرئيس حول القضايا المتعلقة بالإشراك. لاحظنا أن هذه الحكومة اللي كانت والرئيس اللي كاينين اللي جاوا منذ 2011 ما كانوش كيستمعوا، ليس هناك حوار مع القوى الوطنيه بصفه عامه، احزابا كانت او نقابات. الحوار الاجتماعي كما لاحظتم في خلال هذه العشر سنين ما كانش، بل كان هناك بعض الاحيان هناك لقاءات. نتمناو تدشين مرحله جديده يكون فيها الحوار ما بين الحكومه وما بين القوى الوطنيه، اللي همنا الاساسي هو مستقبل المغرب جميعا. ونتمناو ان كذلك من بعد ان الانتخابات المقبله يتم، ما تكلمش مع السيد الرئيس في هذا الموضوع، انتخابات مقبلة يجب التحضير لها عن بعد. ما نخليوش حتى تبقى بعض الأشهر الانتخابات ونجيبوا قوانين بعضها لا يمت بصلة الديمقراطية، ويكون الإشراك ديال الجميع في النقاش حول القوانين الانتخابية. وبالخصوص وأكدنا هذا السيد الرئيس العملية ديال الإفساد ديال الانتخابات، من انتخابات إلى أخرى نلاحظ عملية الإفساد والإفساد الكبير ديال الانتخابات. وبالتالي إحنا كفدائيين اليسار وكديمقراطيين يمكن يصبح النقاش ديال المشاركة في الانتخابات واللي مطروح علينا بقوة، لأن لا يعقل أننا من انتخابات لانتخابات نلاحظ شراء الأصوات والإفساد بشكل قوي، وأن ما نطرحوش على نفسنا السؤال لماذا المشاركة. مرة أخرى كنشكر السيد الرئيس على الاستقبال نتاعو والاستماع نتاعو، ونتمنى تكون عندنا مناسبة أخرى لطرح القضايا اللي كتهمنا وكتهم شرائح كبيرة في مجتمعنا. وشكرا لكم.